قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا تعرف خلال السنة احنا نتعب وياهم ونقرأ وندرس ونأخذ الأحكام فتكون هذه المسابقة هي حصاد ما زرعوه خلال هذه السنة، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاع طلابنا أن يحصدون المراكز الأولى. من دولة السويد ستوكهولم، مشاركت بالقراءة وصلت المرتبة الثانية، وأنا يعني أسمع وأقلد وأتعلم همات المقامات، يعني همات جدي همات أما تعلمني شوية، يعني هاي الطريقة اللي أتعلم بها. فزت بالمرتبة الثالثة، حفظت الجزء 30. كل يوم يا بالبيت نقرأ قرآن، وأنا من شتوتغارت. يعني فرحانة المرتبة الثانية أخذتها، يعني شجعاني أكثر شيء أبوي وأصدقائي هم الموجودين هنا. إلهي وخلاقي وحرزي وموهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طبعا احنا جايين من شتوتغارت، تبعد مسافة 700 كيلومتر عن هامبورغ. الهدف من الجاية انه اولادنا يظلون متواصلين ويا دينهم وحشرهم بهذا المجال، عسى ان الله سبحانه وتعالى يوفقهم الى طريق القرآن الكريم، طريق النور ان شاء الله تعالى. وفزت المركز الاول، وأبوي قال لي أحفظ على القارئ لأن أكو قارئ كل زين اسمه الحصري، أنا ظليت أتدرب عليه بعد صرت زين وفزت المركز الأول. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
جزء 30 سورة الملك وسورة الواقعة. أكثر واحد ساعدني بالحفظ أبويا، شجعني هواي وحتى اتدربت هواي وياه. أنا فزت المركبة الأولى. الحمد لله رب العالمين على هذه الثورة القرآنية صراحة في أوروبا، والمحافل القرآنية اللي نابعة من الصميم وللشباب اللي موجود هنا بهولندا، والحمد لله موجودين أساتذة يدرسوننا فيها في هذا المنهج القرآني المحمدي صراحة، والحمد لله وشكر يعني الشباب كلها تستفاد من هذا العلم القرآني. وإحنا جينا يعني موجودين في هولندا وباقي الدول الموجودة يعني بالدنمارك والسويد وبالنرويج، وكل الحمد لله وشكر كله يصب يعني بالثروة القرآنية الحمد لله وشكر.